ترانسفورميشن فانكشن اللي هي النون لينياريتي او اللي هي ترانسفير فانكشن، هنسموها سكواشنج فانكشن. في كذا شكل، احنا استخدمنا الشكل ده اللي احنا استخدمناه من شويه اللي هو كان حاجه زي كده. فمين يقول هنا والله ايه انت عاوز ثريشولد عند كام؟ عاوزه عند نص. يبقى طول ما انت اكتر من نص هتطلع 1، قلت عن النص اهو هتطلع 0. كنا حاطين ثريشولد معين، هو هنا حط ثريشولد عند الصفر، يعني كانه مره ثانيه اهو لو الانبوت عدى الصفر الاوتبوت يبقى 1، الانبوت اقل من يبقى الاوتبوت هيبقى 0. يعني هو كانه عملها زي كده يعني. دي بنسميها يونت ستيب. ده شكل يونت ستيب. الاوتبوت دايما بيكون ايه؟ بص معايا، الاوتبوت 1 او 0. في يونت ستيب زيها بس الاوتبوت ممكن يدي بوزيتيف ونيجاتيف. يعني تعالى نفكر كده، انا اخلي برضو ثريشولد عند الزيرو عشان يبقى زي اللي فاتت. ده الانبوت، ده الاوتبوت، قيمه هنا بلس 1، قيمه هنا ماينس 1. كده حسب الانبوت اللي داخل لك، يطلع لي بلس 1 يطلع ماينس 1. دي بنسميها باي بولر، دي ار دي. باي بولر يعني الاوتبوت بلس 1 وماينس 1. طب لو كان يوني بولر هيبقى اوت هيبقى 0 وبلس 1. خلينا نفس المنظر اهو، بلس 1 و 0 ده الاوتبوت بتاعك. فانت ممكن تشغل باي بولر او يوني بولر، ده ديزاين بروبلم بتاعتك انت، تشتغل زي كده او تشتغل هي العاديه اللي بتخرج عند زيرو. زي ما قلنا دي بنسميها اكتيفيشن فانكشن، واحنا بنسميها سكواشنج فانكشن، ان هي بتسكواش اي انبوت ان يخرج يا واحد يا ناقص واحد او يا واحد وزيرو. ممكن نعمل شكل تاني، هرجع لورا تاني اهو، ممكن نخليها بالمنظر ده. ليه تخليها ابربت زي كده، واقفه زي كده، ما تخليها مايله برضه، هطلع لك في الاخر يا اما 0 يا اما 1، بس يبقى عندي في الوسط يعني ايه حته فلكسبيليتي كده، ممكن اطلع لك ربع نص ثلاث ارباع لغايه ما اوصلك ل 1، مش هنط على طول من دي لدي، لان احيانا الناس ما بتحبش حاجه الابربت اللي هي الكسره زي كده، هتبقى عملتها زي كده. والله لو انت كنت اكبر من نص اهو هطلع 1، لو انت كنت اصغر من النص هتطلع 0. طب في الوسط ما بينهم هطلع اكس زائد ايه؟ نص. الرينج يعني مش هنختلف في المعادله شكلها ايه، المهم ان في الاخر هعملها زي كده. دي بنسميها رامب. عندنا يونت ستيب وفي عندنا رامب. في نوع ثالث، انت ليه مخلي دي خط زي كده؟ طب ما نخليها سموث. طبعا انا هنا مش عارف افاضل احيانا، طب عند النقطه دي القيمه بكام؟ هل هي القيمه بزيرو ولا القيمه بقت بوينت 1؟ عند النقطه دي هل القيمه ب 1 زي كده ولا اقل منها حاجه بسيطه؟ فهي مش ديفرنشبل عند حتت معينه. ده كان مش ديفرنشبل عند الثريشولد نفسه، مش عارف افاضلها هتبقى بكام عند الحته دي. لو خدتها سموث زي كده كده بقى الدنيا كويسه. برضه قبل ما انسى، ممكن برضه اعمل الكلام ده باي بولر، يعني ممكن نبقى عاملين كده، تبقى الفانكشن بتاعتنا
اهي برضه نفس الكلام، هنا عند ناقص واحد، هنا عند واحد برضه كده شغال باي بوش. هو المنظر ده. نرجع للفانكشن دي، السيجمويد فانكشن ممكن اشتغلها اللي هي ايه سموث زي كده. دي بقى معادلتها مهمه، يعني لازم عارف المعادله بتاعتها، ما عندكش مالكش حل تاني. هي المعادله دي واحد على واحد دي اس ناقص اكس، ده شكل المعادله اللي بتعمل كده. برضو لازال دي برضو كلهم زي بعض، هنا واحد وهنا صفر، بس ان بتوين الدنيا ايه سموث شويه. تعال نبص عليها اكتر شويه من كده. عند الواحد عند الزيرو هنا البوينت 5 اللي هو النص ما بينهم. شكل المعادله بقى هيبقى ايه بتاعتنا لو انت جيت ترسمها؟ تبقى عامله حاجه زي كده. ماشي، انا مش شاطر قوي في الرسم بس يعني هحاول معاكم. ادي شكلها زي كده، هنا بتطلع عند النص، ادي اخرها هنا بتساتريت عند الواحد، وهنا بتساتريت عند الزيرو. شكلها حاجه زي كده، دي واحد على واحد زائد يوس ناقص اكس، عشان ده الاكس اهو، دي اف اوف اكس اللي هي السيجمويد، دي اسمها سيجمويد زي ما قلنا. طب واحد يقول طب ما تيجي نعملها كده، هل تنفع؟ تنفع. انت خليتها مش سموس قوي، بس في الاخر انت بتقول لي هنا بتساتوريت عند الواحد، هنا بتساتوريت عند الزيرو، لازم تمر بوينت 5 في الوسط. تنفع اهي. طيب نعمل واحده ثالثه. زي كده. طب نعمل واحده شبه شارب. دول كده بنسميهم family of curves. يعني مش شرط تبقى كده ايه حاجه واحده بس، ممكن يكون عندي مجموعه سموها واحد على واحد زي دي يوس نايس اكس اوفر كيو. كل ما تغير الكيو كل ما هيغير شكل الكيرف، بس هو في الاخر بيمر بالنص هنا بوينت 5، هنا بيوصل لواحد، هنا بيوصل ناقص واحد. لكن حسب الكيو دي، الكيو دي بيسموها احيانا تمبريتشر، التمبريشر بتاع الكيرف. انت عاوزه يبقى ايه؟ شارب قوي ولا سموث قوي ولا زي ما انت عايز. طبعا ده في الاخر لو انت ممكن توصله يوصل يونت ستيب، لو بقى شارب زياده قوي هتلاقيه وصل لغايه هنا، نزل رجع تاني مكمل كده عادي خالص. فدي فاميلي اوف كيرفز موجوده للسيجمويد. احنا للصوره طبعا بنقول واحد على واحد زي ناقص اكس وخلاص، لكن المفروض تبقى حاجه زي كده. اللي قلته هناك هقوله برده هنا تاني، ممكن تبقى سيجمويد زي كده، ممكن بقى اجي هنا اهو ادي 1 وادي ناقص 1 نفس الكلام. واما اجي برضو ارسمها، ارسمها لك كده اهو ماشيه كده، راحت نازله اهي ماشي كده نفس السيجمويد، بس في الاخر بقت من ناقص واحد لواحد. دي بنسميها تانش، تانش فانكشن. فالتانش والسيجمويد وجهي العمله واحده، بس واحده منهم يوني واحده منهم باي، باي بولر يعني، والثانيه يوني بولر.
دول نون لينياريتي، بياخد الانبوت من هنا اهو يطلع الاوتبوت حسب ما احنا محددين ايه. في اكتيفيشن فانكشنز ثانيه او نون لينياريتي، في واحده مشهوره قوي بنشتغل بيها كتير جدا في الشغل بتاع الديب ليرنينج، ان هي رائعه بصراحه. بص اللي بيحصل هنا ايه، ادي الانبوت وادي هنا الاوتبوت. طيب لو انت دخلت اي رقم نيجاتيف هتطلع صفر مش هيعدي، دخلت اي رقم بوزيتيف هيطلع زي ما هو، مش ده زي ما هو اهو، بص كده. لو انت كنت هنا طلع لي ده هو نفسه، لو كنت هنا هتطلعه هو نفسه. فدي لطيفه جدا الفانكشن دي. الفانكشن دي بتفكرنا بالريكتيفيكيشن بتاع زمان، فاكرين الديود لما يخش له حاجه بالسالب ما تعديش، يخش فورورد تعدي، ما كنا بنرسم الساين ويف كده، لكن حطيت ديود الجزء البوزيتيف ده هيعدي، النيجاتيف ده مش هيعدي، البوزيتيف ده هيعدي، النيجاتيف ده مش هيعدي، كنا بنعمل كده كوبول ريكتيفاير. نفس الكلام هنا، ده كانه بيركتيفاي، النيجاتيف ما بيعديش، البوزيتيف بيعدي زي ما هو، عشان كده بيسموها ريكتيفايد لينير يونت. خد من هنا ري ال يو بقى اسمها ريليو، وعشان كده بيكتبوا الار كابيتال والال واليو كابيتال، الاي بيكتبوها سمول ما هياش دلع، هم بيعملوها كده عشان الاي هنا كانت جزء من الكلمه مش اولها، لكن دي بدايه كلمه بدايه كلمه، فبتكتب ايه ريليو ريكتيفايد لينير يونت. دي نون لينيارتي اهي، مش ماشيه لينير عشان بتتكسر هنا وتبقى زيرو. طب الميزه بتاعت الفانكشن دي كذا حاجه، واحده منهم الامبلمنتيشن بتاعها هيمبلمنتها بسهولة جدا، ده ممكن اكتبها دلوقتي اهو، اف اكس اصغر من او يساوي زيرو يبقى ساعتها ايه؟ الواي بتساوي صفر، إلس واي تساوي اكس، مش كده؟ اهي ادي الفانكشن حسبت، ما بتاخدش اي وقت في الحسابات، فدي ميزة غير بقى بتخش في السيجمويد واي اس واحد على وكلام زي كده، فبالتالي دي رائعة جدا. الحاجة التانية التفاضل بتاعها سهل جدا، التفاضل بتاع ده بصفر، التفاضل بتاع الحتة دي بواحد لان ده على 45، وبالتالي فهي سهلة في التفاضل بتاعها جريدينت، يعني عشان تيجي تجيب النص وتفاضل، سهلة في ان انت تقدر تمبلمنت وتبقى سريعة جدا، ومستخدم الريلو دي كتير قوي. الريلو دي فيها عيب صغير، العيب ده ان هي بتساتوريت عند الجزء النيجاتيف، يعني لو دخلت ناقص 3 ناقص 4 ناقص 10 كلهم بيخرجوا صفر زي بعض، ده ساتوريشن، فاحنا عاوزين الساتوريشن ده احنا عاوزين نخلص منه. بنروح معدلين تعديله بسيطه قوي زي كده. ده هناخده زي ما هو، ما عملناش فيه اي حاجه. الجزء اللي هنا مش هخليه صفر بقى كده، هنخليه حاجه زي كده صغيره، بص كده. يبقى لو دخل لك ناقص 3 تفرق سنة على لو دخلت ناقص 7، في فرق صغير اهو. دي بنسميها ليكي ريليو، عشان بس نكسر الجزء بتاع الساتوريشن، ما بقاش في ساتوريشن في الحته دي. بنعمله ازاي؟ الحته دي واي بتساوي الاكس الجزء ده، طب الجزء ده واي بتساوي الفا اكس، والالفا دي رقم صغير مثلا 0.01 مثلا 1% بس من الاكس، طب بس حاجه هي لو كانت الفا دي بواحد كنت هكمل الكيرف ده كده، بس انا صغرتها قوي بقت حاجه زي كده صغيره، طب اعتبر الاكس نيجاتيف تطلع برضه الواي نيجاتيف، فهي هي. فدي بنسميها ليكي ريليو.
في ناس بقى بيلعبوا في الكلام ده، طب ما تخلي الالفا دي رقم راندم، مره تبقى فوق سنه تحت سنه بتاع، يعني هنبقى نشوف الكلام ده قدام ان شاء الله في الديب ليرنينج. لكن دي الفكره الرئيسيه بتاعه الاكتيفيشن فانكشن، دي بنسميها زي ما قلنا دلوقتي كده اكتيفيشن فانكشن. ليها كذا مسمى يعني، اكتيفيشن فانكشن احيانا بيسموها ترانسفير فانكشن، بتترانسفير من واحد للتاني، احيانا بنسميها سكواشنج فانكشن، احيانا بنسميها نون لينياريتي فانكشن، وخلاص في الاخر كلها بتصب في نفس المعنى.